يبدو أن بريق عملة البيتكوين يزداد مع مطلع العام 2024 واقتراب صدور قرار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بإنشاء أول صندوق لتداول عملة البيتكوين على الأسعار الفورية. إذا نظرنا في جلسة 8 يناير نلاحظ أنه عملة البيتكوين ارتفعت بحوالي 6%، تخطت مستويات 47 ألف دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل من العام 2022. أيضا نذكر أنه بالعام 2023 ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 150%، ويأتي ذلك طبعا مع تعزيز الأمل بإنشاء أول صندوق ETF لتداول العملة عملة البيتكوين على الأسعار الفورية. هذا الأسبوع بالتحديد يعني كل المستثمرين يترقبون القرار الذي سيعد قرارا تاريخيا من قبل لجنة SEC بإنشاء هذا الصندوق. هذا الصندوق سيتيح للمستثمرين شراء البيتكوين على سعرها الفوري وليس من خلال العقود الآجلة. وهناك 20 صندوق بانتظار قرار لجنة SEC. أيضا بالنسبة لتوقعات سعر البيتكوين، نشير أنه بيت مايننج سبق وتوقعت أن يتراوح سعر البيتكوين بالعام 2024 ما بين 25 ألف دولار و 75 ألف دولار. وبالنسبة للعام 2025 أيضا توقعت أن يصل سعر البيتكوين إلى 130 ألف دولار. ما هي أبرز المؤسسات المالية اليوم التي تترقب موافقة لجنة SEC بشأن إنشاء صناديق الـ ETFs؟ نذكر أن ARK Invest هي تقدمت بالعام 2023 بطلب لإنشاء صندوق ETF لتداول البيتكوين على الأسعار الفورية. هذا الصندوق سيحمل اسم ARK 21 Shares، وهي تترقب يعني هذا الأسبوع موافقة من قبل لجنة SEC. أيضا BlackRock كانت تقدمت بيونيو من العام 2023 بطلب لإنشاء صندوق متداول لعملة البيتكوين، وهي تترقب أيضا هذا الأسبوع القرار التاريخي من قبل لجنة SEC. ويبقى السؤال، هل فعلا هذا الأسبوع ستصدر لجنة SEC قرارها النهائي والتاريخي بإنشاء أول صندوق ETF لتداول البيتكوين على سعرها الفوري؟